أسس سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة تكريس أساسات كنيسة الأقمار الثلاثة التي قام بالتبرع ببنائها السيد عيسى عودة قرب دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين، بحضور الأم إيرين عويس رئيسة الدير وعددين من الأباء الكهنة، حيث وضع الصليب المقدس في أساسات البناء ليكون مصدراً للبركة والقوة لهذا الصرح الأرثوذكسي الهام. كما تم تقديس الماء ورشه على زوايا الكنيسة قبل البدء بالصبة الخرسانية، ومن ثم أقام سيادته خدمة جناز الراقدين على راحة نفس المهندس لياس خوري، مستذكراً جهوده في عمله وأمانته وغيرته على كنيسته المقدسية الأم. وبعد ختام الصلاة تفقد سيادته أعمال البناء ومراحل الإنجاز فيه. أنت بارك هذا المكان وقدسه بقوة وفعل عود الصليب الكريم المحيي الذي أريق عليه دم ابنك الكريم لطرد الأبالسة وكل قوة مضادة، حافظاً هذا المكان والذين يخدمونك فيه والعاملين فيه سالمين من كل مضرة. إليك الآن نطلب بأن ترسل نعمة روحك القدوس وتبارك وضع هذه الأساسات لهذا البناء القائم الآن لمجد اسمك الكلي قدسه ولإكرام وتذكار القديسين الأقمار الثلاثة باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم، ليكن هذا المكان مباركاً ومكرساً بيتاً للصلاة لإكرام ومجد الإله الممجد في الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. أمين.